السلام عليكم البنات، كي داير؟ لاباس عليكم. سمحوا لي على هذا الغياب في القناه، شحال ما حطيت شي حاجه جديده. المهم الفيديو ديال اليوم هيكون منوع، فيه كاطو للتيراميسو و دجاج محمر. بالنسبه لكاطو التيراميسو، بالنسبه للتحضير ديالو، كنحتاجو جوج ديال الساشي ديال الكاكاو، المر، جوج ديال كريم فريش هولالا، نوع هولالا، عندنا نص زلافه ديال الماء كنخلطوها بالكافي، عندنا بواطه ديال الجبن كما كتشوفوا، واللي ما بغاش الجبن يشري دانون بيرلي، جوج دانون بيرلي. وعندنا هاد الاصابع ديال الكاطو كنستفوهم، هو هاد الاصابع كيتباعوا في بيم، اللي بغى يسول اليوم راه كاين في بيم. ممكن تعوضوهم بالبسكوي. مهم انا فضلت هاد الاصابع، كيجيو زوينين وكيجيو بحال الكيك، يعني بحال اللي دايره بحال اللي مصايبه كيكه. المهم التحضير ديال الكاطو، كناخدو اولا الكريم فريش، كنديروه في شي انيه، وهاد الكريم فريش ضروري نكونو درناه في الثلاجه شويه باش يبرد، ما يكونش دافي، باش كيسهل علينا الطريقه ديال التضرب ديالو، دغيا يطلع علينا ما لقاوش معاه مشكل. المهم هاد الكاطو التيراميسو صراحه كيجي رائع وخفيف، يعني ماشي كيثقيل على المعده، يعني يعجبكم ان شاء الله. احنا كنطربوا دابا الكريم فريش. احسن ماركه ديال الكريم فريش هي هولالا، كنصحكم بيها. هاو طلع لينا كما كتشوفوا القوام ديالو، خاصو يكون بحال هكا. المهم انا كنت درت هاد الجبن، درته في الثلاجه، كان شويه ما شادش في راسو، درته في الثلاجه باش كيطلع الكريم فريش، كطلع اكثر. صافي كن نطربوا المكونات بجوج مكونين، كنطربوهم مزيان حتى كنحسوا بهذيك الجبن ما بقاش، يعني نساجم نمازج مع الكريم فريش. حنا ضفنا ليه شوي القليل من السكر الخشن، سنيده. بالنسبه لهاد الاصابع، كان الجهه اللي فيها السنيده كما كتشوفوا هي اللي كنرقدوها، كنديروها في النسكافي وكنحطوها لتحت. نقوم بهذه العمليه، كنستفوه كامل ونديروا عليه طبقه ديال الكريم فريش، كناخذوا شويه ديال الكاكاو، ندردروه الفوق ديال الكريم فريش باش يعطينا داك المذاق المر ديال الكاكاو، كنديروا معاه القليل مع ديال الشوكولا، النوع اللي بغيتو، السوداء او الشوكولا العادي. عاوتاني كنقومو نغمسو بهذوك الاصابع في نسكافي، وكنديرو طبقه ثانيه. المهم نتوما اللي بغيتو، كل واحد والاختيار ديالو، اللي بغيتو ديرو طبقه جوج طبقات، اللي بغيتو ديرو ثلاثه ديرو، على حسب الكميه ديال الكريم فريش وعلى حسب هذوك الاصابع شحال. كاين اللي كيدير هذوك الاصابع كيديرهم في الجناب، وعاد كيدير الكريم فريش الوسط، كل واحد والطريقه ديالو اللي بغى. احنا دابا كملنا، غطينا بالسلوفون ودرنا في الفريكو، بعد ما خرج درنا الديكور ديال الفرشة الموس، ودردرنا من الفوق بالكاكاو، كيجي منظر رائع. هو الدجاج ديالنا بعد ما رقدناه في الدغميرة ديالو، قطعنا البصلة وحطيناه فوقها، ومشى عليه البوطه،
نحاولوا نديروا بصله في جوية كاملين، عاد كنزيدوا الزيت. قال كنديروا نص كاس ديال الزيت مخلطه مع زيت العود وزيت البلديه الروميه وشويه الزبده باش كتعطي لك المذاق ديالها، وضروري من السمن. كنحاولوا نثقبوا الدجاج ديالنا باش كيشرب ويطيب، يعني كيشرب هذيك الدغميره. سمحوا لي على التصوير، اذا كانت الجوده ديال التصوير سمحوا لي ناقصه. المهم كنشدو الدجاج كنهزوه، كنحاولوا هذيك البصله اللي الفوق نخليوها تكون لتحت باش كتذوب لينا دغيا. كنغطو عليها، هو الدجاج ديالنا طاب، كنحطوه في الطباسل. دابا كان جاو عندنا الضياف، داكشي علاش درنا الدجاج محمر. وما صورتش ليكم الصفه، حتى هي جات رائعه. كما كتشوفوا الدجاج مدغمر جا رائع، احسن من التصوير. وضفنا عليه شويه الزيتون تاع طاب وبيض السمان. وبالنسبه للبريزونطاسيون على حساب الاختيار ديالكم، كاين اللي كيدير الحامض معاه الهريسه، كل واحد والاختيار ديالو. ما كاين ما احسن من دجاج مغربي صراحه، كيجي رائع. وضفنا ليه حتى شويه اللوز، اللوز دا هو كيزيد واحد الجمال وكيجي رائع في المذاق. هذا دجاج بالدغميره ديال العراسات. الى الفيديو القادم ان شاء الله.